والمزيد من التوضيحات ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من الرباط الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور محمد بن حمو، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. إذن كيف تقرأ هذا التركيز على محاولة المس بأمن المغرب واستهدافه من خلال هذه التوقيفات الأمنية الأخيرة؟ هي فعلا توقيفات هامة جدا واعتقالات تمت بموجب قانون الإرهاب، هي عملية استباقية كبيرة تمت بالعديد من مناطق المغربية وفي حملة منسقة فعلا. للإشارة فهذه الحملة استهدفت 143 شخصا من المجتبى بمولاتهم المتطرفة وموالتهم لداعش كذلك. فهذه يعني العمليات التي كان يهيئ لها هؤلاء والتي كانت عمليات إرهابية نوعية وكانت وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، حيث أن ما يلاحظ أولا هو العدد الكبير للموقوفين والذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم كذلك ما تم احتجازه من وثائق سواء ما يتعلق منها بكيفية صناعة المتفجرات وما يرتبط بالسموم وما يرتبط كذلك بتقنية التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، ثم كذلك ما يثير هو الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية، وهذه الكتب التي نحن نعلم بأنها توظف للدفع بالعديد من الأشخاص نحو القيام بهذه العمليات مع تبريرها. ما يثير كذلك هو أن هذه المجموعات كانت يعني تسعى إلى تجنيد العديد من القاصرين سواء لنقلهم لبؤر الصراع خارج المغرب أو لاستخدامهم في عمليات انتحارية، فبالتالي من خلال المحجوزات سواء الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء أو كذلك يعني من خلال ما تم احتجازه من مسامير ومعدات وأسلاك كهربائية وكذلك يعني سموم ومواد كيماوية، يتضح بأن هذه المجموعة في يعني بتنوعها وبمختلف قيادتها، لأنه ما هو كذلك مثير للانتباه هنا هو أن هناك مستويات قيادية مختلفة وأنها يعني حاضرة داخل هذا العدد الهائل، وأن العمليات النوعية كانت ستكون بعملية انتحارية أو كذلك بتفجير عبوات ناسفة يعني بالتحكم فيها عن بعد أو كذلك من خلال حرب عصابات ومن خلال استخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، فبالتالي هذا يعني كان ربما مخططات إرهابية بالغة درجة متقدمة. ونقطة كذلك لا يمكن أن نغفلها وإن سمحت، بأنها أولا من جهة هو ارتباط هؤلاء مع جهاديين بتندوف وبالساحل، وبالتالي تتحول تندوف الآن ونلاحظ خلال يعني ما مضى بأنها تحولت إلى نقطة سوداء في هذا الجانب، ثم التحضير لعمليات تخريبية تمس العديد من القطاعات المدنية والأمنية واغتيالات ولسياح ولأمنيين، وبالتالي يعني المس بالحياة العادية والثقافية والطبيعية بالمملكة المغربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها. نعم، شكرا محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية، كنت معنا مباشرة من الرباط.